السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين، وإن شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بسلسلة فيفا اللي عم أنزل لكم إياها. اليوم حتكون الحلقة الثالثة للمهنة تبعية اللاعب تبعنا، طبعا اللي نحن اخترناه اللي هو محمد صلاح. طبعا قبل ما نبلش بالمقطع يا شباب، لا تنسوا الاشتراك بالقناة لو مشتركين، لا تنسوا اللايك ومشاركة المقطع، وكمان فيكن تتابعوني على السوشيال ميديا، عندي موجودة في الديسكريبشن. واهلا وسهلا فيكم. وطبعا هذا المقطع سبونسرد من EA عن طريق برنامج EA Game Changers، شكرا لألون وعلى دعم EA الشرق الأوسط دائما. ومن نبدأ بالمقطع. طبعا يا شباب، مقاطع الماضية نحن لعبنا وفزنا بالكأس، وحاليا حيكون في عنا الكأس الجديد اللي هو الشيلد اللي حنلعبه ضد الأرسنال. طبعا سعر اللاعب عندي صار 108 مليون و500 ألف يورو. يا سلام. هنروح على الجيم اللي هي بين ليفربول وأرسنال. طبعا هلأ الحين وصلنا إشعار جديد. قبل ما نروح على الإشعار، كنت عم نشوف الاشياء اللي هون، الاعلان عن افضل لاعب في المنافسة. طبعا الاعلان عن افضل لاعب في المنافسة قد تم منح صلاح اللي هو انا لاعب ليفربول لقب لاعب البطولة في كأس الابطال. نايس نايس نايس، ليفربول ربح، مدافع متألقون، امال عالية حول ظهور. طبعا هدول الاخبار، ماني يسجل في فوز ليفربول، وهذا طبعا استحق. فيرمينو كرة المبادرة بتسجيل 3 اهداف. طيب اخبار النادي طبعا واخبار الانتقالات لهم كلها اخبار عاجله ما لنا فيها. خلينا نشوف الشعار اللي وصلنا قبل ما نبلش الجيم. مين بيكون بعتنا الشعار يا شباب؟ ليتس جو. مساعد مدير اصابه اثناء التدريب. لا لا، شو الكلام هذا؟ اوكي. هدلون نحن شفناهن. بدنا نساوي لحذف، حذف الرساله. وهي جيمس ويلسون، خليه يولي. ملاحظة سريعة، الفريق قد أصيب بيلي في حصة تدريب اليوم، قد عانى من ضلع مردود وسيتغيب عن اللعب لمدة 3 أيام. سلامات سلامات سلامات. ليتس جو ليتس جو، لقد اخترتك في التشكيلة الافتتاحية اليوم. والله أنك كفو، والله أنك كفو. طبعا هي التشكيلة حيكون معنا جوميز وأرنولد، ليلسون الحارس، حيكون فان جيك معانا، والله هندرسون معانا، ماني وصلاح موجودين، وفيرمينو. ليتس جو ليتس جو يا شباب، متحمس للمباراة، بدي اتحكم بالفريق كله. طبعا التشكيلة عنا كله ما شاء الله، يعني ما حدا طالع ولا حدا نازل، كله مثل ما هو. لا في عنا نحن التشكيلة، قصدي هون طالع عنا 2-2، صلاح 90 بعده مثل ما هو، في عنا واحد نازل هو روبرتسون، فان جيك نازل 7، وهندرسون 1. طيب ليتس جو، مشان ما نطول المقطع خلينا نلعب هالمباراة وناخذ الكاس وننصرف على الكاس اللي بعده. فارس العوض معنا حيكون. يا ريت لو يحطوا لنا الشوالي يا اخي، عن جد لو يحطوا لنا الشوالي في الجيم. يا سلام، مين معي في الشوالي يا شباب؟ انا الشوالي من افضل العالم اللي بحبهم بيعلقوا. نعم بس التدريب. ليتس جو. مباراة كبيرة تسبقها تحضيرات، استعدادات، أجواء هنا قبل انطلاقة هذا اللقاء. انتظرونا بعد دقائق من الآن في أحداث هذه المباراة في ملعب ويمبلي الشهير. ويمبلي، السلام. لحظات على انطلاقة هذه المباراة والتي تأتي قبل انطلاقة الشيلد الجديد، حيث سيكون فريق أرسنال يواجه ليفربول. لقب الدرع الخيرية أشبه ببطولة ودية، لكن مهم جدا في بداية الموسم هنا في إنجلترا لرفع المعنويات وتحضير للفريق الجديد بالتأكيد في هذا الموسم، وإرسال إشارة للجميع بأن الفريق سيكون حاضرا وجاهزا لانطلاقة هذا الموسم. وحيلعب ديريج
Number 23, David Luiz. Number 34, Granit Xhaka. And number 12, Let's William. Go. أرسنال كان مشهور بكرة القدم الدفاعية زمان عن جد صراحة زمان زمان الثمانينات وتطبيق لمصيدة التسلل بشكل ممتاز لكن هذا الأمر تغير بشكل كامل مع قدوم أرسن فينجر للنادي أرسنال يفقد الكرة الآن Let's go let's go من أوله من المتوقع بأن نشاهد أصحاب الأرض فرصة خطيرة هنا لا يا صلاح يا صلاح يا صلاح والله حرام والله فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية شوف الكرة المقصية كان قريب من حارس المرمى لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حالف فرصة حظ يا شباب حظ تركنا كم يوم جرانيك تشاكا شباب والله الشباب لابد أن يتصرف يا الله ضاعت الكرة غريبة جدا واحد على واحد مع حارس المرمى كم ممكن يمر كم ممكن يتعامل فيها بشكل أفضل كم ممكن يسجل لكن كرة تسديدة افتقدت للدقة للتركيز الكرة بتضيع خارج المرمى يا الله على الفرصة الذهبية كرة أخيرة للتقدم الآن يا أخي ما شفته ما شفته بيخلص الكرة وبيبعدها تحماية تحماية بعد انقطاع عن فيفا بعد كم يوم انقطاع لازم هلأ نحمي كان في شكوك عند البعض حول إمكانية استغلال اللاعب في مركز الجديد وتأقلمه فيه لكن واضح بأن عند القدرات اللي تجعله يؤدي في مركز غير مركزه بنفس الكفاءة أداء كبير ومتوازن الحقيقة وهنا يظهر الفارق فيما بين اللاعب الكبير واللاعب العادي حقيقة أي تشكيلة بحاجة إلى لاعب مثله يلعب في أكثر من مكان محمد صلاح لا لا ضغط ضغط يا شباب ضغط والله ضغط يا شباب من على خط المرمى انقذ فريقه من هدف محقق فينالدوم تدخل خطير داخل المنطقه افتكاك سليم للكره بيخلص الكره نعطي باس ونشوف والله هي ما بعرف ماني اوه جزاء قرار ممتاز من حكم الرايه على الرغم من ان الفارق كان بسيط جدا لكن بالفعل اللاعب كان متقدم عن اخر مدافع ما كنا متقدمين يعني كثير جرانيك تشاكا كان بده يعطيني جزاء بس خربط محمد النني محمد النني وين وين يا ابو الشباب اليوم يشارك ديفري لاول مره مع ناديه الجديد يب يب. كان واضح حاجه الفريق الى مدافع واليوم سيظهر للجميع تاثير التعاقد الجديد على الدفاع الجماهير تنتظر وتعلق الكثير من الامال وتبحث عن اضافه قويه روبرتو فيرمينو تدخل ممتاز هنا والله صعب صعب يا شباب صعب كره مفقوده من محمد النني روح يا صلاح ما حدا يوقفك روح بيرسل الكرة على الجناح هذه فرصة هدف مسكوا مسكوا يا حكم يا أخي يا حكم مسكوا ما زالت قائمة ضاعت الفرصة الذهبية للتسجيل يا أخي يا شباب شفتوا كيف مسكوا واحد على واحد لا أدري ما الذي حدث ما الذي أصاب مسكوا كيف ما تدري ما شفتوا على هذه الكرة شدوا من قميصه يا أخي في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز يفتح اللعب على الطرف والله فريق هذا يا اخي قاعدين يغشوا ويمسكوا ويضربوا والحكم قاعد تمرير على الطرف تصل الى محمد النني بتضيع الكرة من جانب محمد النني روب هولدينج يا أخي نزع لي مزاجي صراحة والفريق صراحة يعني مش صعب مش صعب أوباميانغ مش إيزي كمان الحكم يرفع الراية تستلل وثير الجدل يشير إلى حكم المباراة فيرجيل فان دايك بتروح عند ساديو ماني توغل رائع من ساديو ماني لعيب يا ساديو ممكن التقدم الان جول اخيرا يا اخ جول هدف من ساديو ماني الله يعني مش صعب ومش ايزي صراحه فرق الهجمه يعني احنا كنا مفكرين حاطين المستوى
في مشكلة بالمستوى، بس طلع انه بس اولها ممكن الصعوبة كانت. تريند الكسندر ارنولد بيلعب لبينية جميلة، تسويب الصلاح، صلاح بكل ثبات ولن تخرج الى ضربة ركنية. محمد صلاح يا الله يا الله يا اخي، مستحيل على الطاير يسجل الان، حطها في المرمى، كره ولا اروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مثل في نايس نايس. اذا عوده للمباراه مشاهدينا الكرام، والنتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. يا اخي شطت انا اعطيت صلاح، بس مش الوقت اركض يسير بالكره باتجاه المرمى، يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز. يتعرض لضغط كبير، معين ضغط يا ابو الشباب، معين. ليفربول يحاول استغلال الاطراف، دخلي خطا ممتاز في الضغط العالي. ليه 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 في الجناح، كرة الى خارج الملعب، ضربة مرمى. Let's go. ملعوبة الى النني، محاولة للعودة في النتيجة، حاول بس لكن الكرة رفضت الدخول. I'm sorry. من المهم أن تستمر في المحاولة حتى تنجح في التسجيل. ساديو ماني، كرة بتنقطع. طب انه عطيه وامشي لجوا، انت ليش عم تضل واقف هون؟ مشكلة، كنت انا مدير الفريق مغيرت التاكتكس كلها. هاي هجمة مرتدة في هذه اللحظات، ولكن عودة بطيئة من الدفاع. دقيقتين هي كل ما يحتسب حكم اللقاء كوقت بدأ ضايع. خلاص الوقت، ليفربول يفقد الكرة، النني بيمر، النني بيعدي، كرة بتتخلص بعد تمريرة من أوباميانغ. خلينا نكمل الهجمة بس يا حكم. الحكم ينهي شوط. اوكي good. It's fine. خلينا نشوف المدرب عمل ممتاز بإصابة المرمى من داخل المنطقة. Alright. بس هاي يلا let's go. ليفربول نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما، والآن يدخل الشوط الثاني بثقة كبيرة في النفس. يا أخي هذاك أعطاه الباس ما كان ظابط. كرة مستمرة من أوباميانغ. أوباميانغ. كيران تيرني. الدفاع يقرأها صح. صلاح بالأسف من النوال اللي يحبه أنا. قبل الوصول. هو والتشيلسي وفي أحد الفريق يعني. هذه المباراة، هذا اللي نقول عنه استحواذ سلبي، لأن رغم هذه الأرقام ليك. في الاستحواذ إلا أن ترجمت ذلك إلى فرص ومحاولات على المرمى غير موجود. بهذا الشكل لم يتمكن الفريق من العودة، لابد من تغيير الأسلوب، يبعدها من مناطق الخطر. ستيفان ديفري، بينية فيها خطورة. Let's go. It's yours. Go. فيرمينو ممكن يسجل. فيرمينو والله نايس. تمريرة حاسمة صراحة. نايس. سكيب يا مدير سكيب. هدف ولا أروع الآن. ثلاثية ثقيلة الآن. هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. صلاح ليش عم يلعب ورا؟ صلاح الاخبار المؤكده تفيد بان جيمي باردي انتقل الى بروسيا دورتموند في تحدي جديد. بروسيا دورتموند لا نشاهد مثل هذه الصفقات، لكن لاعب نجوميه كبيره اكيد يستطيع افاده الفريق حتى اللحظه الاخيره في مسيرته، واكيد النادي درس هذه الصفقه بشكل مني. جيد قبل اتمام التعاقد، ويعرف بانها ستشكل اضافه كبيره.
أوزيل ستيفن ديفري فوت فوت يا صلاح فوت يعني كيف بدك تسجل أجوال وأنت واقف برا روبرت هذه هي فرصة هدف رائع جدا حارس المرمى تعامل مثالي طول طول بالك تقلق شعر واحد على واحد تصدي ممتاز ردة فعل تحرك غطى المكان الله على التصدي ما شفنا مين طلع بيلعب للكرة إلى منتصف 18 يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي لا يا صلاح فرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون المتعة حاضرة في الجولة القادمة في لقاء قادم انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس كرة في الجناح يا حكم تدخل قاسي في هذه الكرة هنا قد نشاهد كارت من حكم المباراة حكم يخرج الكارت الأصفر في وجه اللاعب بعد التدخل الأخير كرة على الطرف تحتاج لتركيز عالي حتى يرسلها بشكل سليم لتشكل خطورة على المرمى بانتظار توقف اللاعب ليتم التغيير أيوة في تغيير شوف شوف كيف فرقنا الهجوم يا شباب أوباميانغ مستحيلة هذه اللقطة يا أخي دفاع هون دفاع دفاع مو عادي نعم خدعت الجميع لمسة واحدة بعدت الكرة كم ممكن تسجل هدف في اللقطة الماضية ركلية تنفذ في منتصف 18 كرة كانت خطيرة بعدها في الوقت المناسب واضح المدرب راح يجري تغيير في هذا التوقيت أوزيل يستلمها على القائم القريب أوف. يتقلص الفارق كل شيء ممكن الآن الوقت كافي لتعديل النتيجة لتعديل الكفة في هذه المباراة الله كفو يا أوزيل نشوف الهدف مرة أخرى ونشوف مع أني ضربت قبله يا زلمة وبشكل مثالي لعبها براسه في المرمى حلوة الكرة نتيجة الآن ثلاثة أهداف لهدف هدفين يفصلان بين الفريقين انطلاقة قوية من محمد صلاح الله على وين وين الشباب اللي معه ما في حدا يدخل إلى عمق الملعب اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من مرمى اليوم يلعب دور حارس المرمى يتصدى للكرات بفدائية كبيرة جدا البحث عن هجمة مرتدة ويليان أرسنال يفقد الكرة الآن أقدم لكم لمحة عن المباراة المقبلة يا صلاح حيث سيلعب الفريق في مواجهة نادي أرسنال في اللقاء القادم في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز توقع بأن تكون مباراة متوسطة في الصعوبة ليس من السهل الفوز فيها لكن بالتأكيد الأمور أيضا قابلة في أرضية الملعب لكل شيء إمكانية الكرة العرضية معلش نسمع جول نسمع جول أوكي أحسن من جول الجول أو سمعت الجول حتحتسب كأنه هي جول في التقييمات يعني هدف ولا اروع الان مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما اعتقد ان الوقت قد فات على التعويض لان المباراة لم يتبقى فيها الا القليل واضح بان يشكو من اصابة في العضلة الان في ملعب المباراة اوه يا صلاح اتمنى ان شاء الله بان تكون اصابة خفيفة بسيطة ويستطيع اكمال هذا اللقاء ان شاء الله ان شاء الله ساديو ماني لازم يريح عشان اللقاء اللي بعده على طرف الملعب كره خطيره الله على التصدي حرام يلا نايس نايس ماني نايس تراي طلع صلاح ولا بعده وروح طلع ماني بدل ما يطلع صلاح شو هالمدير المدرب هذا مسعود اوزيل مسعود اوزيل ميتلاند ناين تصل الى اوزيل والله اوزيل يا صراحه يرسل الكره في العمق اوه الكره في المرمى اوه 4-2 باقي 10 دقائق يا شباب يا شباب نهايه خرافيه حط على الطاير بكره لا يسجلها الا الكبار يا اخي طب صلاح مشكله يا اخي صلاح شوف استحواذهم على الكره فارضين اسلوبهم متحكمين في المباراه
بيرسل الكرة على الجناح. أرسنال يستغل المساحات على الطرف. الكرة بتتجدد بعيد عن المرمى. ثمان دقائق ويطلق حكم المباراة صفرة النهاية. ممتاز فابينو في التدخل. تلاقى بالكرة لمحمد صلاح. كرة متاحة للتسجيل. جو مان جو. ليفربول يسجل. نايس 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 نايس. نشوف لقطة الهدف مرة أخرى. عرضية لعبها بدقة لزميلة وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى. هدف في منتهى الروعة. تقدم كبير بخمسة أهداف لهدفين، تتكلم عن سبعة أهداف شاهدناها حتى اللحظة. والله مو متبقي خمس دقائق على نهاية أحداث اللقاء. جيرارد مورينو. شوف استعادة الكرة. فوتوا فوتوا يا شباب فوتوا. أوريكي مهارة كبيرة في التمرير. لا شو اللي صار بدون اي خطورة. والله والله يا شباب اوف اوف اوف. هذا مش اوف سايد. والله هذا جول. هذا جول يا شباب. يا الله كرة بتكسر العرضة. حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. لعبة مقصية كرة على الطايف لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من اجمل اللقطات في هذه المباراة. صح اثنين كانوا منفردين بالحارس. صلاح يفقد الاستحواذ. المساحة أمامه في هذه اللحظات. يا سلام على حارس المرمى. بطل هذه الفرصة. عن جد هو بطل المباراة اليوم. في موقف واحد على واحد يتميز حارس المرمى. الحارس الكبير من الحارس العادي. الله على هذه الكرة. ضربة قوية من الحارس يبعد بها الكرة. يرسل الكرة في الخلف. أوفسايد. أجواء كبيرة نعيشها الآن. نايس نايس جيجي خذنا الكاس. الفريق نجح أخيرا في تحقيق اللقب. نهاية من الممكن بأن تكون. شوف الاحتفال. بالنسبة للكثيرين لكنها بدون شك نهاية مستحقة. يلا يلا ليتس جو ليتس جو 1 2 3. نايس جي جي يا شباب. اكون صريح معكم مباراة ما كانت سهلة ويعني ما صعبة كتير بس انه كان في تحدي. المستوى منيح كان. ما بقول انه مستواهم زيرو بس جي جي is good game. هذا الكاس نرفعه مرة تانية. 1 2 ما في. طيب يلا الفريق nice. يلتقط الصورة التذكارية مع اللقب. ما أجمل هذه اللحظات. ويني أنا ويني الكامل يتواجد في صورة ستبقى. أيوة بالنص. يا سلام عليك. يا سلام. وستكون شاهدة على هذه اللحظات التاريخية. ليفربول بطل FA Community Shield. And let's go. كرة في الجناح. تقدم. طبعا يا شباب نحن حنختم مقطعنا هون. لو حابين نكمل بالسلسلة سلسلة المهنة خبرونا في الديسكريبشن في التعليقات. ان شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بالسلسلة هاي. كانوا تغير اللون صار اللون بينك هلا. طبعا هون فينا نسوي التطور اللاعب و اضيف حصة. هاد اللون تبعيت الهاي ما بدنا. شوف يعني ما بيحكوا عن صلاح وينهم. هدف أورجي. إعلان عن أفضل لاعب. سمي صلاح أفضل لاعب بالكوميونتي. كفو يا صلاح. هاي هون محمد صلاح على قدر الحدث الجديد. شو حاطين؟ كانت فترة محمد صلاح ماضية رائعة الذي أحيا سمعته مجددا بتقديم مؤخرا سلسلة من العروض التي تخطف الأبصار. وإذا كان قادرا على الحفاظ على مثل هذا سنداء عندما يصبح ليفربول فريقا يستحق المشاهدة. ليفربول لازم هو يستحق المشاهدة من الأول. فوز ليفربول على أمال عالية حول ظهور. طيب أوكي هو ظهر
بس كانت جيم يعني not easy صراحة. أخبار عاجلة على عمد في النافسة اللي هو محمد صلاح. هذلون هي الأخبار الموجودة. anyway يا شباب مثل ما قلت لكم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. انتظرونا بمقطع جديد إن شاء الله. ممكن أسوي لكم مقطع ثاني للفيفا. ممكن بلش أسوي مقاطع وتسجيل على الألتيميت ألعب مع أونلاين. نشوف كيف الأمور حتصير. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. قبل ما نختم مقطع يا شباب لا تنسوا الاشتراك بالقناة لو مو مشتركين. أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بالمحتوى اللي عم قدمه. وتابعوني على السوشيال ميديا تويتر على التويتش بسوي بثوث مباشر على تويتش. وطبعا ديسكورد رابط الديسكورد موجود كلهم موجودين في الديسكريبشن. واكتبوا لنا تعليقات شو عندكم افكار شو عندكم اشياء حابين اني اسوي لكم اياها واقدم لكم اياها. وبالاخير لا تنسوا مشاركة المقطع وشكرا لكم كتير على الدعم للقناة. وان شاء الله بنشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.